الدورة 12 للمهرجان الوطني للدقة والإيقاعات موعد سنوي للاحتفال بالموروث الثقافي والفني الأصيل لمدينة تارودانت، مهدي هذا التراث الثقافي الفني وموقع صيانته والتشجيع على إحيائه وضمان استمراريته بما ينسجم مع الحفاظ عليه بمختلف أصنافه وتجلياته. المهرجان هذا من الأهداف ديالو هو أولا الحفاظ على هذا الموروث الثقافي من جهة، ثانيا نتوخى من خلال تنظيم هذا المهرجان الاستمرار فيه بهدف تشجيعه كتراث إنساني كتراث عالمي، وما يميز أيضا وهو أن نحاول أن نستقطب بعض الفرق الشبابية ولكن أيضا على مستوى الوطني، ماشي غير نعطي أهمية كبيرة للفرق المحلية على مستوى إقليم تارودانت على مستوى جهة تسمسة، ولكن أيضا استقطاب بعض الفرق في على مستوى الوطني. وإلى جانب السهرات الفنية، عرف المهرجان تنظيم ندوة فكرية ثقافية تتناول موضوع غنى وتنوع الفنون التراثية بإقليم تارودانت، وذلك بمساهمة نخبة من المتخصصين في الشأن الثقافي والفنون التراثية، كما تخلل هذه الندوة تقديم شهادات لبعض ممارسي الفنون التراثية المحلية.